احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيق يوم الاربعاء ومعاكم قناه المعاش اليوم يوم 27/3/2024 وتعالوا نشوف الناس المحترمين الخارجين من سوق التوفيقيه. صباح الفل يا معلمي، كل سنه حضرتك طيب. وخدتها جنيه ولا تجاره؟ لا ان شاء الله دبيح. الله يبارك لكم. لحم يعني؟ بسم الله ما شاء الله. خطاب ياما عمده؟ 54,000. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال وبالهنا والشفاء للي هياكل يا جماعه هيذبحوها. يا الله اكبر، فادوا يعني؟ بسم الله ما شاء الله، عجله براون يا جماعه الله اكبر. يعني ب 54 خدتوها؟ ما خدناها ب 54. 54، ربنا يبارك لكم فيها يا رب. 54,000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لكم فيها عمده ويصلح حالكم وحال الجميع. انتوا منين؟ بتاعت اهل الله. اهل الله، منين حضرتكم؟ احنا من الخوالد. خوالد، الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع. لاهل الله يا جماعه، ربنا يبارك للناس اللي بتعمل لله المحترمين ويصلح حالهم وحال الجميع، وربنا يكثر من امثالهم يا رب، اللهم امين، ويصلح حال الجميع يا رب. صباحك ابيض ان شاء الله، الله يصلح حالكم. كام يا صاحب الشعاري دي خدته والله؟ 30,000. بسم الله ما شاء الله، ذكر شعارة هو سيام عليه 30. بكام يا حاج والله؟ 29. ربنا يبارك لكم فيه. واخدينه جنيه ولا طياره؟ الله يصلح حالكم، الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. في الدنيا بحالها بسبب طالما بتتفائل بضيق هتلاقي ضيق، لان مش عايز المربي يوصل له الحقيقه، عايز تنهابه انت وغيرك. صح يا رجاله ولا غلط؟ دي بكذا ايوه، دي بكذا ودي بكذا ايوه، منعرفه العالم. العالم كان متضحك عليها يا حاج. يا اخي اتقوا الله، ده انتوا صايمين يا اخي. صاحبي صباح الفل الاول، كل سنه حضرتك طيب. خدتوا حاجه النهارده؟ لسه على الله. بسم الله ما شاء الله. حاج محمد الله يبارك لهم يا حاج، ناس كلها محترمين الله يعينها ويقويه ويصلح حالها وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عامل ياما اتذكر ده حاج؟ ما تتكلم يا عم، يرزقك على الله. انت خايف تقول لنا الحقيقه ليه بس يا خال؟ بكام اتذكر ده ولد؟ جاتي دي بكام؟ بكام؟ 13,000. كم؟ 13,000. بسم الله ما شاء الله. والتاني ده هو؟ يابا انا مش عاوز اتصور يا عم. الله يصلح حالك يا حاج. شوف عامل ازاي؟ كل سنه طيب يا عم، انت احسن راجل يا حاج، الله يقويك ويعينك. صور كلبك بتاع راجل محترم يا عم، الله يقويك ويعينك وصبعك قبل. مش عايز يوصل القناه يا عم. الله اكبر، الله اكبر. كم وكم بالامان؟ كم وكم؟ 13,000 و11,000. 13,000 و11,000. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له فيه ويصلح حاله. احسن راجل يا حاج. ومكسوف ليه؟ بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. كم وكم في الجدين دول يا صاحبي والله؟ بكم بامان؟ بكام؟ جدين دي بكم ودي بكام؟ ما فيهاش حاجة يا عم لما تقول لنا سعرهم والله. والله ما فيها حاجة. في ناس أنت بتاخد أجر على كده، لأن في ناس بتبيع وبتشتري على كده. والله بجد. طب الكيلو بكام قايم طيب؟ الله أكبر. جادين صلاة النبي عليهم. بس يعني ما نقالش فيهم حاجة خلاص. على الله، الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين يا جماعه، الله اكبر، الله اكبر. والله مال حلو، بس مش عايز يقول لنا على ثمنهم طيب. كم يا ابني دول؟ الله اكبر، الله يصلح حاله ويرزقه ويصلح حال الجميع. اطلع عواض. كام يا صاحبي خدت الذكر دي والله؟ ها؟ ماشي. طب بكام؟ الاثنين على بعض 123,000. بسم الله ما شاء الله. ادي واحد وادي الثاني. ما تزودش عن 13. كام يا صاحبي والله؟ كام؟ تعالى تعالى 170 جنيه. 170 الكيلو؟ 170 جنيه. بسم الله ما شاء الله. الجاموس اللي قدام ده معاكم؟ الاثنين على بعض عاملين كام يا صاحبي؟ ب 170. الاثنين ده قال لنا اقل من كده بكام بامان؟ ب 185. الله يصلح حالك يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. صباح العسل يا حاج. بكام النهارده الكيلو جايم يا صاحبي؟ 170 جنيه الكيلو جايم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، العجول المحيره والعجول اللحم في سوق التوفيقيه. الاسم والمكان يا صاحبي؟ كرم عامر المجراشي في البرو.
المعلم كرم عامر يا جماعه النقراش تيل بارود الله يبارك له ويصلح حاله. يعني موجود اي اعداد عدول تجيله خفيف موجود عندك؟ ادينا الرقم يا معلم كرم. 0100 70 79 79 89. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. صباحك ابدا يا معلم كرم. الله يصلح حالكم كل سنه طيبين. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للمال واصحاب المال. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. الله اكبر. الخلف في الذكوره ولا انتهت يا صاحبي؟ ابيض فاسمر وراه النتايه والحمراء وراه الذكر. اللهم صل على النبي على المال. الله اكبر. الحمراء دي كم ولد ليها؟ ربع ولد. والسمراء دي ثالث ولد. بسم الله ما شاء الله على المال. كسرين يا صاحبي؟ قافلين على الاول لسه. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يا جماعه اشكر الله وقول لا اله الا الله. ربنا يبعد عنه عننا البلاء يا رب. اللهم امين. طب سعرونا صاحبي بمرد الله كده واحنا صايمين؟ والله ديت بيشتروا ب 97 ودي بيشتروا ب 87. 97 السمراء و 87 الحمراء. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. عرف المشاهد بالاسم والمكان طيب يا صاحبي. احمد نبيل فتحي الصافي. المعلم احمد نبيل فتحي الصافي. المكان فين يا صاحبي؟ ابو المطامير. ابو المطامير وتجار ابو المطامير الناس المحترمين اللي منورين في سوق التوفيقيه في حيره يا جماعه. المصداقية والأمانة. بسم الله ما شاء الله. ادينا الرقم يا صاحبي. 010 2 3 2 3 7 3 5 8 3. تجار أبو المطامير المحترمين الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم أمين. اللي عنده من ده كذاب يا جماعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. البقر الوالد التقيل. الله أكبر. صباحك أبيض يا صاحبي. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم أمين. مال يا جماعة صلاة النبي عليه. نعم صار ضر من قدام. بسم الله ما شاء الله. الضر من قدام برضه يا جماعة. الله أكبر الله أكبر. الضر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الحلبات صلاة النبي عليهم. الله أكبر الله اكبر الله اكبر. مالك مال حلو انت رايل احلى من الكل. واجعل صباعك ابيض يا صاحبي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاي. صباعك ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. الله الله على المال وعلى الحلاوه يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا كبير. ايه الحلاوه دي؟ العجول الذكوره المحيره يا جماعه والعلف. الله اكبر. كام وكام يا صاحبي؟ كام وكام؟ 45. التلاتة الواحد ب 45. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بكام بامانة بمرضي الله احنا صايمين؟ الواحد ب 45. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ربنا يرخال عباده يا رب. اللهم امين. كان قبل كده بيعمل كام الواحد يا صاحبي؟ ال 40 اهي. الله اكبر. كان بيعمل كام قبل كده؟ قال يا رب قال له 48. بسم الله ما شاء الله. كان في الخمسينات. النهارده بخمسينات. 45 يا جماعه. النهارده في هبوط في الاسعار في سوق التوفيقيات. ربنا يرخال عباده. الله اكبر. ده انت يا صاحبي عامله ايه؟ 26 ألف. بسم الله ما شاء الله. 45 يا جماعه العجول المحيره والعلف هاد. بسم الله ما شاء الله. في سوق التوفيقيه في حيره. ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر. معكم رقم تليفوننا خدوا له حد اصحاب يتواصل معاكم. يلا اربو 012 8 03 10 282. الاسم والمكان عسل السماحي. قاعد فين يا صاحبي؟ كفر السابق شبرخيت. كفر السابق شبرخيت. المعلم عسل السماحي اللي عايز عجول ذكوره بقري علف ومحيره. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. سمعت الزوق الله يخلصنا زي النهارده. زي النهارده كانوا بخمسينات. النهارده بخمسة 45 يا جماعه. العجل ب 45. بسم الله ما شاء الله. ربنا يرخيها لعباده ويصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. كل عام وانتم بخير يا امه محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا يرجع الغاب بالسلامه ويشفي كل مريض ويا رب ترحم اموات المسلمين لان احنا اموات اولاد اموات. لازم عشان انت لما تترحم على غيرك هتلاقي اللي ترحم عليك لما تموت. كلنا هنموت يا جماعه. يا رب ارحم جميع اموات المسلمين. صباح الفل حي. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام عسل. الله يبارك لك. احنا بنقول بس الناس ايه تترحم على امواتي لان احنا هنبقوا اموات اولاد اموات. هنلاقوا اللي ترحم علينا برضه.
واللي مت في رمضان برضه يبقى رزقه حلو. الله اكبر. ربنا يعود الايام الطيبه على امه محمد عليه الصلاه والسلام باليمن والبركات والخير يا جماعه. اهم حاجه تذكر الله وتقول لا اله الا الله في تعليق كده. المسلم اللي موحد بالله يذكر الله ويقول لا اله الا الله في تعليق كده عشان ربنا يصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ذكرت الله، الله ذكرك، وربنا يسترها مع الجميع يا رب. يا رب ربنا يرخي على عباده يا رب. اللهم امين. اذكر الله، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، لا اله الا الله. معلم احمد سرحان الشير بزرعه، معلم احمد سرحان الشير بزرعه. زرعه ايه بقى؟ زرعه العمر، زرعه العمر حبيب قلبي. ربنا يجعلها زرع حلو. صباحكم ابد ان شاء الله. الله يصلح حالكم وحال الجميع. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاه يا رب. اللهم امين. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. صباح الجمال، ايه الحلاوه دي؟ كل سنه طيب يا عمي. الاسعار عامله في الجاموس النهارده يا صاحبي وانت طيب؟ بكام؟ بكام؟ بكام بالامان؟ 130. الاثنين ب 130؟ دي العجليه؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. واحد بقر واحد جمو. السوق مبهوج. السوق مبهوج ازاي يعني؟ يعني الراجل مش ربنا يا اخي. الراجل تحت صاحبهم يعني. قلت لك جو. الله اكبر. داخلين جوا يا صاحبي. كل سنه طيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل حجني. ناركم أبد. كل سنة طيب. ربنا يعود الأيام الطيبة علينا وعليكم بخير يا رب. أنا رايح حواتي صاحبي. والسلام عليكم.